السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مثال على لغة البايثون وانا اعمله في الموقع دوت. الموقع ده ان هو اونلاين، مش محتاج ان انا اسطر حاجة خالص. اقول له ان انا عايز تمبليت من البايثون واديله الاسم واقول له كرييت. لكن نفس الكود ده ممكن تعمله على جوجل كولابريت او ممكن تعمله على اي موقع تاني بدون اي مشاكل خالص ان شاء الله. طيب انا عايز في الاول استدعي مكتبة خاصة بالسلحفة، فاقول له امبورت طيب بعد ما استدعيت المكتبة عايز بقى انشئ مثلا هسميه ليو اللي هو ليوناردو، واقول له هات لي المكتبة ديت ايوه دوت ديت، واقول له بقى ان انا عايز اعمل لوب فور اي ان رينج 4 مثلا اهو، واديله نقطتين واديله انتر. كل اللي هكتبه دلوقتي هيكون تحت الفور اي. دلوقتي الذكاء الاصطناعي اقترح عليا ان هو هيمشي مثلا 100، فدوس تاب وانتر. هو بيقترح عليا ان هو يبقى رايت ماشي. طيب خليني بعد كده عايز اقول له ايه يقف ثواني. لو انت نفذت الكود كده بيقول ان في غلط في السطر رقم 4. الخطأ ان في هنا المفروض في قوسين يبقوا يكونوا موجودين. تعال نقول له ران، بدأ ان هو ينفذ. تمام، وهتلاقي اتنفذت في ثواني، فممكن ما تلحقش ان انت تشوفها. فانا هضيف مكتبة خاصة بالوقت. طيب وهاجي بقى ان انا احطها هنا معايا في الكود واقول له تايم انا عايز منها سليب، واقول له دي لمدة مثلا ايه جزء من الثانية مثلا نص ثانية، واقول له رن. بكل واحدة واحدة نص ثانية. طيب خلينا ناخد الكود ده، ممكن نعمله كمان في لوب تانية. يعني هقول له خد اللوب وحط لي جواه لوب تانية. تمام، ودول طبعا هنقول له ايه حركهم خليهم تبع اللوب ديت. طيب خلينا نعمل رن. رسم اول واحدة وبعد كده رسم التانية وبعد كده رسم اللي بعديها. طيب خليني اضيف كود تاني. تمام، او اضيف سطر كده هقول له خليها فورورد مثلا 100، بس هحطها بره اللوب التاني، خليها مع اللوب الاولاني وتعالى نشوف هيحصل ايه. رسم اول واحد وبعد كده اتحرك 100 وبدأ يرسم التاني وهكذا، فيرسم لنا 4 لوب. زي ما انت شايف الشكل بتاعه دلوقتي. فده كان مثال ازاي ان احنا نستخدم لغة البايثون.